بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرتني أحبابي اليوم هنسوي مفرش أو قاعدة للأكواب باستخدام الكنف الشبك، طبعا خيوط الصوف. استخدم كمان للتزيين انصاص اللؤلؤ، اخترت هذه الألوان. بس حبايبي طبعا هذا الفن يا حبايبي فن قديم زي ما احنا عارفين، لكن القديم يتجدد. يعني انت لو تدخلوا المواقع الأجنبية هتلاقوهم كيف مجددين في التطريز بالخيوط وفي كل شيء، أي فن ما شاء الله هم متعمقين في تخصصهم، فيجددوا لك في كل حاجة. ما في شيء اسمه يعني خلاص قديم، شيء التطريز صار موضة قديمة ولا الإيتامين صار شيء جديد، لا هم دائما يطوروا في الأشياء. بس هذه فكرة الحين حبايبي، فكرتي أنا. ايش حنسوي؟ حنسوي مثلا وحده نشتغلها وحده حنخرمها. خلاص حبايبي حنشوف واحنا بنشتغل باذن الله. فكره جدا سهله. نبغى ناخذ يا حبايبي الكنفه، انا طبعا قطعت جزء من الكنفه الشبك بس اخذتها بزياده خلاص، عشان واحنا بنعد لو غلطنا في احتمال ان نغلط خلاص في العد، يكون عندي امكانيه اني افك ولسه عندي يعني من الطول ومن العرض. خلاص حبايبي زيادة في المربعات، إذا خلصنا بعدين نقصها. خلاص حبايبي تعالوا نبدأ. فكرة جدا سهلة ومسلية يا ربات البيوت لأي واحدة طفشانة. طيب شوفوا يا حبايبي، قبل ما نبدأ أبغى أقول لكم إن الخيوط حقت الصوف يعني شوفوا تختلف الفتلة حقتها. هذه الصوف لقيت إنه فتلته غليظة، فحناخد فتلة واحدة. خلاص حبايبي، بينما هذا اللون الثاني اللي حنكمل بيه طبعا فتلته جدا نحيفة، عشان كده لما نشتغل حاخدها راقين. خلاص يا حبايبي تبوا هذا الشيء وانتوا بتشتغلوا. طيب نبدأ الشغل. شوفي يا حبايبي هنا حبدأ اشتغل اول وحدة، ابغى اسيب من فوق 1 2 3 خلاص 4، لما وصلت للمربع الرابع انزل 1 2 3 4 اشتغل في المربع الرابع. خلاص يا حبايبي علشان يصير عندي من هنا 3 ومن الجنب 3. خلاص يا حبايبي طيب جيت هنا ابغى المربع اللي اشتغله يكون 5 × 5. خلاص يا حبايبي هنا اجي شوفوا اعد كده 1 2 3 بميلان المربع الثالث هو اللي ادخل فيه الخيط، والمربع الثالث هذا هو اللي حتتلاقى فيه كل الخيوط. خلاص حبايبي يلا عد كده 1 2 3 4 5، المربع الخامس هذا ادخل فيه الخيط، نفس الشيء كل الخيوط حتجتمع في المربع الثالث. طيب اجي برضو هنا اعد شوفوا من عند ما أنا دخلت الخيط 1 2 3 4 5، الخامس حدخل فيه الإبرة كمان في المربع الثالث اللي في المنتصف. طيب كمان 1 2 3 4 5 وأدخل المربع الثالث. خلاص حبايبي تكونت لنا هذه الوحدة. الحين كمان أجل المربعات الفاضية كده كمان يدخل نفس الشيء في المربع الثالث، كل الخيوط تلتقي في المنتصف في المربع رقم 3. خلاص حبايبي عشان كده لما تيجوا تاخذوا مربع في على الكنف الشبك تاخذوها عدد فردي، يعني مثلا 5 مربعات او 7 مربعات او 9 مربعات. خلاص هذه اول وحده سويتها، الحين ابغى اثبتها ننتقل للفقره اللي بعدها. طيب يا حبايبي فكرتنا هذه اننا نسوي وحده كده والوحده اللي جنبها حنقصها. خلاص الفكره التقليديه دائما كنا نسويها مثلا هذه بلون واللي بعدها بلون ثاني، نرجع للون الاول والمربع الرابع يكون باللون الثاني وكذا نكررها. بس هذه الفكرة اللي أنا جبتها إننا لا نبغى نخرم نشيل المربع الثاني. طيب
لكن انا ما ابغى اخرم على طول كذا، خلينا نخلص الصف الاول بعدين باذن الله نخرمه. بس شوفوا اجي هنا اعد من عند المربع اللي مشتغله فيه، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 7، المربع السابع دخل الابره. خلاص حبايبي المربع السابع، انتم مع مرور الوقت خلاص هتتعودوا. شوف دحين المربعات المتقابله 1 2 3، المربع الثالث انا دخلت ابرتي. طيب اجي هنا نفس الشيء اعود واحد من الخيط من المربع اللي انا مشتغله فيه، 1 2 3 4 5، المربع الخامس نفس الشيء اكرر، كل الخيوط تلتقي في المربع الثالث، نفس الشيء هنا 1 2 3 4 5. خلاص هتاخد يدك بمرور الوقت على الشغل، يعني لا تقلقوا ابدا، هتشوفوا الشغل جدا مسلي وجدا سهل يا حبايبي. خلاص دحين نفس الشيء المربعات هذه اللي باقية كلها سكريها كده، كلها تلتقي في المربع الثالث. خلاص حبايبي جدا سهلة، وهذه يعني شوفوا ما هي غرزة جديدة، يعني تعتبر من الغرز المعروفة القديمة. خلاص حبايبي بس أنا اخترت هذه الغرز، طبعا في غرز كثيرة وعالم عالم، لو دخلتي بحثتي حبايبي حتشوفوا الكثير من الغرز، بس لهذه الفكرة أنا اخترت هذه الغرزة. خلاص حبايبي دحين ثبتها، خلاص حبايبي ثبتها من الخلف كده عادي، تثبيت عادي، وأقطع الخيط وأرجع أعد كمان نفس الشيء، أعد 7 مربعات من عند هذه المربع اللي اشتغلت فيه، وأسوي وحدة وأترك فراغ وأسوي وحدة وأرجع لكم علشان نشوف كيف هنقص المربعات الفاضية. طيب يا حبايبي دحين سويت 4 وحدات خلاص بدا الشكل، أجي هنا كمان زي ما نزلت من هنا 3 مربعات ومن الجنب 3 مربعات، أترك كمان هنا 3 مربعات، يعني لا تحسبي ده اللي اشتغلتي فيه، أحسب كده من بعد 1 2 3 خلاص، وأقص هذه الزيادة. عشان كده أقول لكم من الأول إيش يعني أترك شيء زيادة، عشان يعني ممكن إحنا نغلط. خلاص حبايبي ممكن إحنا نغلط وإحنا بنشتغل، يكون عندنا مجال للتراجع. خلاص كده أقص كده، طبعا وإحنا كمان بنشتغل أنا حطيت هنا زيادة علشان يعني أحمي نفسي من الغلط، لأني بدي أوريكم إني كيف غلط، واضطريت كمان إني إيش أرجع أقص قطعة جديدة. خلاص حبايبي خلاص كده أنا يلا تعالوا دحين نقص. شوفوا المربع اللي اشتغلتي عليه أبدا ما تمسكي، المربع اللي اشتغلتي عليه ما تمسكيه أبدا كده من بعده يا حبايبي، كده من بعده بسم الله. هي دي الخطوة اللي صراحة يبالها تركيز أبدا، انتبهوا وانتوا بتقصوا، عشان كده حتى لما نقص ايه يعني نقص بهدوء. قصوها واحدة واحدة، مربع مربع. خلاص حبايبي المربع ده اللي اشتغلنا عليه أبدا ما نمسكه، خدوها قاعدة. أنا قايمة من النوم كمان مصيبة كده. خلاص حبايبي شوفوا يكون شكلها بهذا الشكل. هقص كمان هنا وهنا وارجع لكم نسوي الصف الثاني. طب شوفوا يا حبايبي بعد ما قصيناها الحين ايش حنسوي، حيكون الصف الثاني حيكون العكس، حيكون هنا الفراغ وحيكون تحت المربع اللي فرغناه حيكون الشغل. خلاص حبايبي هنبدأ ما ادخل في نفس المربع ده اللي اشتغلت فيه، في المربع المقابل له اشتغل نفس الوحدة. خلاص حبايبي كده حتاخد يدكم عليها، والله يعني اهم شيء انكم تشتغلوا ده الشغل يا حبايبي بحب. 1 2 3 مربعات المتقابلة
أعد 1 2 3 4 5 خلاص. أدخل هنا كمان نفس الحكاية، نعيدها في كل المربعات. 1 2 3 4 5 كل الحكاية تتعاد. خلاص يا حبايبي، 1 2 3 4 5 واجي المربعات هذه اللي قلت لكم اللي في النص كده كلها تتسكر بدا الشكل كده، تلتقي الخيوط كلها في المربع الثالث. خلاص حبايبي، هذا شكل واحد من في من التطريز. خلاص في غرز كثيرة يعني ممكن تطرزوا بيها، بس أنا اخترت هذه الغرزة شكلها حلو، لما نحط كمان في وسطها الانصاص اللولو طلع مرة حلوة. خلاص يا حبايبي، ندحين هنا حيكون المربع اللي بعده فاضي، المربع اللي بعده هنشتغله تحت كل مربع فارغ هنشتغل. خلاص الصف الثاني احفظوه عشان نسوي هنكررها في كل الجهات. يلا انا كمان اكملها واوريكم كمان كيف نفرغ هنا. طيب يا حبايبي، زي ما انتم شايفين دائما الصف الاول يطلع 4 وحدات مشتغله، والصف الثاني يطلع وحدتين 3 وحدات عفوا 3 وحدات مشتغله. خلاص حبايبي، طيب دحين يبدا القص. نقص تحت القطعه المشتغله، نقص تحتها مربع فاضي، بس انتبهوا لانه هنا احنا حنترك 3 مربعات. خلاص حبايبي، الجوانب زي ما اتفقنا نترك 3 مربعات، 1 2 3. خلاص الرابع هو اللي حنشتغل فيه كده، ده الشكل. دائما المربع اللي فيه شغل ابدا لا تجوا جنبه نهائيا. خلاص حبايبي، كده بمرور الوقت هتاخد يدكم لا تقلقوا، ويعني حتى لو الواحد غلط ما انتهت الدنيا. الحين انا اوريكم قطعة هنا، شوفوا انا غلطت هنا واضطريت ارجع اشوف هذا المربع طلع اصغر من المربعات اللي فوق، لاني انا من البداية ما تركت هنا مسافة كافية. خلاص حبايبي، يعني عادي وارد انه الواحد يغلط، ايش المشكلة؟ عدت، هاي الواحد يتعلم الحياة دروس. خلاص حبايبي، هنا كده بهذا الشكل اقص عادي يا حبايبي. بعد كده باذن الله تاخذ يدكم، زي ما اقول لكم لا تقلقوا، يعني حتى لو غلطنا يعني هذا ما انتهت الدنيا. خلاص حبايبي، كده الحمد لله وبهدوء. انا اقول لكم احسن شيء نشتغل سطر سطر، وايش يعني بعدين نقص، هذه اسلم طريقة لنا. خلاص حبايبي، انا هقص طبعا هنا وهنا وهنا كمان، هنا نفس الشيء هنترك 3 مربعات وبعدين من بعدها نقص. قص تحت المربع هذا على طول. خلاص حبايبي، طيب يا حبايبي بعد ما فرغتها بهذا الشكل عم نسوي الجوانب نفس الشيء، هترك هنا 3 مربعات لازم حبدأ اشتغل تحت المربع الفاضي. خلاص حبايبي، نفس الحكاية اللي سويتها اعيدها ما فيها اي شيء. 1 2 3 نفس الوحدة يا حبايبي. خلاص 1 2 3 4 5 ادخل نفس الشيء، 1 2 3 4 5 ده الشكل يا حبايبي. انا طبعا سويت اله الا الله، سويت في البداية هنا سويت سطرين. خلاص حبايبي، الطول كده هاخده 3 وحدات 3 سطور. الحين حنشوف مع بعض بإذن الله، هتكون 3 سطور مش سطرين علشان أطول القطعة معايا شوية، وبعدين أوريكم إنه أنا حاطة شيء زايد هقص في النهاية. خلاص يا حبايبي، هنا حاجي كمان أسوي السطر الثاني تحت الفراغ هذا، حسوي وحدة. خلاص يا حبايبي، وتحت الفراغ هذا حسوي وحدة. يلا نشتغلها كمان وريكم هي عشان نخرم، شوف كيف. طيب شوفي حبايبي، هنا زي ما قلت لكم هنا سويت 3 سطور
هنقص هنا طبعا، هنقص تحت هذه الوحدة وتحت هذه الوحدة، خلاص يا حبايبي. والناحية الثانية هنسويها نفس الشيء، هنسوي 3 سطور زي هنا بالضبط. تعالوا نشوف القص، يعني زي ما وريتكم المربعات حبايبي اللي فيها شغل ابدا لا تجوا جنبها، خلاص. انتوا ممكن تشوفوا ده الشيء دحين صعب، بس باذن الله هتاخد يدكم عليه وما حيكون معاكم اي صعوبة باذن الله. خلاص حبايبي كده، نفس الشيء المربعات اللي عليها شغل لا تجوا جنبها نهائيا كده. خلاص حبايبي شوفوا فرغت لكم، هي الحين هفرغ هنا هفرغ هنا، كمان هشتغل نفس الشيء اللي اشتغلته هنا 3 سطور كمان هنا هشتغله، بعدين نرجع نكمل تحت نفس اللي سويناه فوق 2 سطر نكمله هنا تحت. طيب يا حبايبي شوفوا بعد ما سوينا الجوانب خلاص كده، دحين نبغى نسوي هذا الصف نسويه هنا تحت. خلاص حبايبي بنقفل بنسوي آخر ضلع في المربع حقنا هنا 3 وحدات. خلاص حبايبي تحت كل وحدة مشتغلة هترك فراغ، طيب تحت المربع هشتغل. إذن هبدأ كده من هنا ونفس الشيء نفس الوحدة هذه اشتغلها عادية. خلاص حبايبي تطلع لكم كم؟ تطلع لنا 3 وحدات، تطلع 3 وحدات زي كده، مربع فاضي بعده مربع مشتغل، مربع فاضي مربع مشتغل وهكذا. خلاص حبايبي وارجع لكم كمان علشان نقصقص نفس الشيء. طيب حبايبي بعد ما اشتغلنا تعالوا نفرغ، بس بدي اذكركم انه بين كل مربع مربع كده مشتغل، كل مربع مشتغل بينهم كم؟ هنا لو عديتي من عند المربع اللي دخلنا فيه الإبرة 1 2 3 4 5 6 7، تبدأ تشتغلي المربع اللي بعده. خلاص حبايبي 7 مربعات خلاص، والمربعات اللي فاضية تماما 5، أنا اخترت هذا العدد. خلاص حبايبي الحين نبدأ نفرغ من هنا، تطلع لنا 4 مربعات فاضية نفس هنا نفس الشغل في هذا الجزء. خلاص حبايبي طيب الحين احنا طبعا هنحط 3 فراغات هنا، 3 مربعات قصدي، من بعد ال3 مربعات نبدأ نقص. طيب يا حبايبي بعد ما سويت آخر سطر طبعا هنقص هذه المربعات، خلاص هذه المربعات هتنقص. خلاص حبايبي 4 مربعات هنا مشتغلة و3 اللي هنقصها. طيب قلت لكم انا تركت هنا زيادة، لا تنسوا هنترك كمان نفس الشيء زي ما تركنا هنا 3 مربعات، واشتغلنا كمان ننزل 3 مربعات. خلاص حبايبي هنا 1 2 3 واقص من بعدها. خلاص يعني لو احنا غلطنا ما انهدت الدنيا، بس خلي شغلنا كده مرتب قدر الامكان. خلاص طيب شوفوا يا حبايبي بعد ما قصقصنا بدي اقول لكم هذا المربع اللي حنحط فيه الكوب. خلاص حبايبي الحين ابغى طبعا اسوي كل دي الفراغات، الاطار ده غرزة اسمها الغرزة المايلة شوفوا، بس اللهم اني هدخل الابرة في المربع، يعني المربع والمربع اللي قابله. خلاص حبايبي هذه من اسهل الغرز، المربع والمربع اللي قابله فقط شوفوا كده. طبعا هذا الخيط عشانه خفيف سويته طبقتين. خلاص حبايبي هنا المربع مربع اللي قابله فقط، ممكن لو عندكم اي غرزة كده صغيرة ممكن تستخدموها، المربع والمربع اللي قابله. خلاص حبايبي طول الشغل واحنا بهذا الشكل شوفوا، هذا مربع المربع اللي قابله على طول جوته الإبرة، كل المربعات بهذا الشكل. تعالوا نخلص السطر الاول نشوف ايش حنسوي السطر الثاني. شوفي حبايبي بعد ما خلصت السطر الاول طبعا قدامنا السطر الثاني برضو شوفوا نفس الشيء، المربع المقابل له على طول بدا الشكل. طيب اوريكم كمان طريقة اللف،
لما نوصل لدي المربعات المشتغلة حنلف بالصوف نفسه ده. خلاص حبايبي، هي فيها صراحة عمل، لكن هذه الأشغال حبايبي لازم نسويها برواقة كده وبحب. خلاص شوفوا، حين خلصت معايا السطور تقريبا هنا كمان، شوفوا الحين أبدأ ألف، شوفوا أبدأ نلف كده حول المربعات بهذا الشكل. لفوا، لا تخلوا البلاستيك هذا ما يبان كده يا حبايبي. خلاص عادي، لف عادي إن شاء الله بس يكون باين كده. حط هنا مربعين، ناخدهم مع بعض كده وارجعي لفي في بهذا الشكل، نلف حول المربعات هذه الفاضية كلها، لف ناخدها. بس يا حبايبي اسوي الاطار كامل، شوفوا بهذا الشكل اسوي الاطارات كاملة، وارجع هنا كمان برضو حناخده بالغرزة المايلة هذه نفسها، لكن بوريكم ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص كل هذا. طيب شوفوا يا حبايبي، بعد ما انتهينا وحددت حول المربعات زي ما انتم شايفين، انا اردت اني اسوي هذا المربع اللي في النص بنفس اللون هذا الفاتح، بس للاسف هذا اللي بقي. هذا درس تاني، انتبهوا وانتم بتشتغلوا. خلاص حبايبي، هنا برضو هحدد باللون الكحلي هذا، حدد كمان حلف حوله هذا الإطار. خلاص حبايبي، ما حيكون شيء باين من البلاستيك. طيب احنا اقول لكم، اعيد لكم الغرزة المائلة برضو، شوفوا كده بعد ما شبكت الخيط كده المربع هذا، المربع اللي قدامه على طول كده، شوفوا مربع في المربع اللي قدامه ما فيها اي شيء، بس يعني قلت انا اعيد لكم. هي شوفوا المربع اللي بعده كمان المربع اللي قدامه على طول. خلاص حبايبي كده، واكمل باقي المربع. بدي اقول لكم كمان هذه الخطوات اللي حسويها طبعا، شوفوا كده يا حبايبي، هحط هنا اللولو بهذا الشكل، اخترت هذا اللون يعني لون مناسب، حسويه تغير المسدس على كل الوحدات. طبعا حسوي كل هذا وارجع لكم باذن الله عشان نشوف النتيجة النهائية. هذه هي فكرتنا يا حبايب بعد ما انتهينا من تنفيذها. هذا المفرش اللي سويناه مع بعض، ايش رايكم فيه؟ نتيجته جدا حلوة. هذا المفرش ايضا يا حبايبي سويته بهذه الالوان الفاتحة. رب تكون الفكرة عجبتكم اليوم، زينتوا باللؤلؤ زي ما انتوا شايفين، هنا نفس الشيء. رب تكون الفكرة عجبتكم. طبعا فكرة يا حبايبي أخذت وقت ومجهود، لكن يعني شيء تسوى كده بحب. إذا سويتي الشيء بحب أبدا يعني ما حتحسي بتعب، بالعكس تحسي بمتعة. هو فيه شوية صعوبة هذا بسبب اننا ايش نعد. خلاص يا حبايبي، ربي تكون عجبتكم الفكرة، لكن بإذن الله بإذن الله ايضا حقدم فكرة قواعد اكواب، لكن من الكنفة برضو، لكن للست الغلبانة اللي تعبانة وطفشانة تبغى تسوي شيء من يدها، حنسوي فكرة بسيطة بإذن الله. المرة الجاية ما يكون فيها عد ولا فيها قص زي كده ولا شيء، لكن بإذن الله وعدكم بفكرة حلوة وكمان يعني إيش سهلة وممتعة. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.